مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده باذن الله نشوف مهارات جديده ونعمل مع بعض الوصفات حضراتكم طلبتوها بناء على يعني طلباتكم. هنعمل وصفه البرجر اللحم بطريقه سهله وبسيطه جدا ان شاء الله يا رب تنول الاعجاب. وهنعمل معاها صوص كده حلو للجبن اللي بتبقى دايما الملطه دي الدايبه اللي بنبقى دايما بنلاقيها محطوطه في المحلات وقت ما بنروح مثلا ريستورانت عشان الولاد ياكلوا، فبنلاقي ساندوتش كده فيه تشيز. هنعمل الفكره بتاعتها عشان تبقى سهله في البيت اذا حضراتكم حابين تعملوها بدل ما تشتروا الجبنه السلايدز او الشرايح بتاعه البرجر زي ما كنا بنشتريها. طيب هنقول بسم الله ونبدا في وصفه البرجر اللحم، وان شاء الله هنعمل برده برجر الفراخ. يعني هنبدا كده كل حلقاتنا نطعم الاسبوع بتاعنا وصفات صحيه ووصفات فيها مصنعات ووصفات فيها طبعا اصناف من يعني من الاكلات النباتيه عشان اخواتنا اللي بيصوموا او اخواتنا الفيجيتيريان او النباتيين. بسم الله، عندي نص كيلو من اللحم المفروم وافضل يبقى فيه نسبه دهون، يعني احنا لو هنجيب اللحمه فيه يبقى فيه 10% دهون، لو على نص كيلو، لو على الكيلو يبقى فيه 20% دهون. طيب عندي بصله مبشوره، عندي معلقه صغيره من المستردة دي بطعم بيها او مكانها بذور الخردل، تبقى حلوه قوي قوي، ممكن تطحنوها. طيب بيبقى في منها كمان برطمانات في السوبر ماركت اذا حابين. عندي من السبع بهارات، عندي رشه جوز الطيب، ملح وفلفل. انا مش هحط اي حاجه تانية من الاضافات الاخرى يعني عشان نطعم البرجر بتاعنا بشكل لطيف. طيب الصوص بتاع الجبنه الشيدر انا هقوله برده مع حضراتكم، هنزله مره تانية لما نبدا نشتغل فيه. فعندي للصوص الخاص بالجبنه الشيدر الحمراء هو معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الدقيق، كوبايه من الجبنه الشيدر المبشوره، كوبايه لبن، معلقه كبيره من المستردة حسب الرغبه، لو بتحبوا الطعم مفيش، ممكن نستبدلها ببذور الخردل. دلوقتي بقى احنا هنبدا نعمل وصفه لطيفه جدا هي البرجر. تعالوا كده نوريكم الاول، انا جايبه المكبس بتاع البرجر اهو، في منه بيبقى مكبس عادي ولو ما عندناش هقول لكم تعملوا ايه البديل، مفيش اي مشكله خالص. ده مكبس اتنين يعني بيحط برجرتين، بيبقى ده شكله، بيتباع طبعا في المحلات يعني موجوده بتاعه الادوات المنزليه عادي، ما هوش غالي يعني. بيبقى ده شكله، بيبقى فيه كده العلامات بتاعه الجريل عشان يدي تطليعه حلوه كده للحم، وده اللي بنكبس فيه اللحمه ونحطها كده. هنعمله دلوقتي مع بعض سوا، في منه بيبقى اتنين وفي منه واحد بس لوحده، وممكن البديل ليه لو هنعمل الحجم ده مثلا ينفع الغطا بتاع الجبنه المثلثات، نحط فيه كيس ثلاجه يعني الموجود زي ما بيقول هيعمل معانا شغل ان شاء الله. طيب هاجي بقى هنا، خليني اجيب بوله. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بوله كبيره شويه هحطها هنا، واسمحوا لي هحط اللحم المفروم. بسم الله، والبصل ممكن البصل ده يعني استغنى عنه ونحط بصل باودر، ممكن قوي ما تحطوش بصل فريش مفيش مشكله، لو مش عايزين تبقى هي فيها اي حاجه منها او قطع البصل دي تبان مفيش مشكله. وعلى فكره انا عملته قبل كده بكذا طريقه، يعني كذا مره بالكاتشب وصوص الباربيكيو او صوص صلصه الشواء، بس ما حطيتش اي حاجه تاني وعملت اللحمه مع بعض وكبسناها، يعني اقصد يتعمل باكتر من طريقه. تعالوا كده نقول بسم الله، ناخد شويه من البصل مش عايزه كتير كده كده دول، وهاخد كميه اللحمه. وعايزه من البهارات ورشه جوزة الطيب، هحط كده من دي، ممكن تبقى بهارات لحمه، عندي رشه جوزة الطيب. بسم الله كده هضرب بقى بالهاند بلندر يعني كل الكميه دي عشان انعم اللحم شويه، وهاخد كده معلقه بس من الخردل، تقدروا تطحنوها لو انتوا حابين بس هي تطحن اوريدي مع المقادير بالهاند بلندر، وهاخد رشة ملح وفلفل. وناخد منى، اهلا وسهلا يا استاذة منى، اهلا بيكي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا بهنيكي على البرنامج الجديد اللي تبقى عظيمة. يا رب يبارك في عمرك حبيبتي، اسلميلي. انا بهنيكي على البرنامج الجديد اللي تبقى عظيمة. متشكرة لحضرتك جدا. انا بهنيكي، انا لسه متابعاكي بس من امبارح يعني.
حبيبتي ده شرف ليا والله متابعتك. تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي انت بتقدميها لنا دي يا حبيبتي. حبيبتي كتر الف خيرك. تسلمي. تسلم ايدك على الحاجات الجميله. بنشكرك يا بنشكرك على كل الحاجات الحلوه وان شاء الله نتابعك على طول. باذن الله شرف ليا على راسي على راسي يا فندم. تسلميلي يا استاذه منى والله وشكرا لمباركه حضرتك وميرسي ان حضرتك تابعتينا مره ويعني وعايزه تتابعينا تاني. شكرا ليكي. خليني بس كده اظبط. اظبط بس المكان بتاعه. بس اظبطه ظبط كويسه. خلاص تمام تمام تمام. بسم الله. بصوا بقى هبدا اعمل كده عشان انا عايزه انعم خليط اللحم. فاكرين حضراتكم زي ما عملنا في الكفته بتاعه العدس. بصوا بتنعم ازاي. بصوا والله احنا هنحط حاجاتنا. هو اصلا دلوقتي بيتباع جاهز بس انا ليه بقول الفكره ان احنا نعمله عشان الجزار مش هيقف يعمل لي نص كيلو مش هيعمل لي كيلو اكيد مش هينعمها لي. هو هيداني مفروم وعمره ما هيعرف ينعمها كده الا من خلال الكبه او من خلال الهاند بلندر عشان اديها ضربات تخليها زي المعجون كده. هو مش هيعملها لي كده لو فرمالي كذا فرمه بقى يعني ايه تاخد فرمتين ثلاثه في وهو عنده طبعا اكيد بيسالوني يقولي ليه ما بنعملهاش عند الجزار عشان هو عنده طبعا الماكينه كبيره بتاخد كميه كبيره كده. شايفين ازاي؟ بس ايه امسكها بايدي كده اشوف الخليط اهي عشان لو في حاجه ما ضربتش كويس اقلب الخليط كويس كده اهو بدا ينعم. ونعمل كمان ضربه كمان. بسم الله. عايزه كيس ثلاجه يا محمد. اعمل كده. بصوا بقى معانا حاجه احسان. اهلا وسهلا. طب حاولي تكلمينا تاني حاجه احسان. تسلم ايدك يا محمد. طيب هنبدا بقى. انا دلوقتي لو عندي المكبس او من غير المكبس لو عندي علبه انا هتعامل بيها زي ما اتفقت مع حضراتكم ايا كان الفورمه او الحاجه اللي انا هحط فيها. انا يهمني ان انا احط فيها كيس بلاستيك كده. انا بحب احطه كده عشان اللحم ما يلزقش. وهاخد كده كميه على حسب احنا عاوزين القرص بتاع البرجر ده قد ايه. خلينا كده نشوف مع بعض سمكته قد ايه. هو ده القالب كبير فبيعمل برجرية كبيره. خلوا بالكم البرجر ده في بعض المحلات والمطاعم يعني بيبقى بالوزن يعني 200 جرام 150 زي ما احنا عايزين على حسب بيعمل لنا اللحم ده بيبقى فريش كده. وما بيعملوه كده وقتي ويشوحوه قدامنا على الجريل. المحلات يعني ريستورانتس الراقيه يعني اللي بدات فاهمه ان الواحد بيبقى عايز يطمن ان اللحم دي لحم طبيعي. طيب معانا ام اسلام. اهلا وسهلا. صباح الفل. اهلا بيكي يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. صباح الهنا. مني انا حبيبتي. ربنا يخليكي حبيبتي. تسلم ايدك. تسلم عمرك يا روح قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. والغدا عندك النهارده؟ انا موافقه جدا والله. واللي يرجع في كلامه. بس انا ما بحبوش والله. شفتي بقى ما ضغطت عليكي اعترفتي ازاي؟ حبيبه قلبي نعمل لك اللي بتحبيه كله والله نعمل لك اللي بتحبيه. عايزه اقول لك بس ربنا يخليكي عايزه اقول لك اني عملت المسمسيه بطريقتك. طعمها حلو قوي. ها بس ايه قولي. اللي هي المسمسيه المجففه. ايوه
بس هي طالعه لونها غامقه شويه. بصوا بقى حلوه قوي السؤال ده، المشمشيه في البيت مش زي بره، هما بيحطوا لها مواد معينه بتخليها لونها فاتح. طيب انا ما عنديش غير حاجتين احطهم اساعد اللون يفتح، هي زيت البرافين يساعد على لمعه الفاكهه، وان انا احط بيكربوناته او الملح ليمون او عصير ليمون. الليمون ليه بقى؟ ليه؟ علشان تساعد ان الفاكهه ما تغمقش. بس خلوا بالكم برضو ده فاكهه طبيعيه، لازم يبقى لون المشمش يغمق، هيغمق لازم عن الطبيعي، ما تفتكروش انه هيطلع زي بتاعت بره، استحاله، لكن هتطلع جميله وهنجففها وهتبقى ممتازه وهتبقى حاجه فريش. هي فعلا جميله وتسلم ايدك والله. تسلمي يا روح قلبي تسلمي، لكن انا بقول دول الحاجتين. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي. غامقه عاديه وتتشال وتتحفظ في كيس حفظ وتتفرغ منه الهواء وتحط في الفريزر بس عشان تحافظوا عليها، لان دي فاكهه طبيعيه في الاخر، احنا ولا حطينا اي حاجه صناعيه ولا كيماويه ولا نيله، احنا عاملين لها الحقيقيه. وعلى فكره القراصيا بتتعمل، بس انا اسمحوا لي انا عايزه اقول لحضراتكم ان القراصيا بتتعمل من البرقوق، مش النوع بتاعنا احنا اللي في مصر المسكر اللي هو المحمر، لا بتتعمل من نوع برقوق بيبقى لونه يعني زي بيقولوا عليه لون شبه البتنجاني شويه كده، غامق اسود شويه وبيبقى مطيول شويه كده، وبيبقى اعتقد من انواع المستورده لانه بذرته بتبقى صغيره ولحمه كتير. لكن بتاعنا احنا فيه نسبه سكر عاليه وسوائل عاليه، فاول ما هتيجوا تجففوه هتلاقوا بتنزل سوائل كتير جدا وهتفضى، مش هتبقى مليانه. بصوا بس كده، حاضر يا روح قلبي، بصوا كده ادي البرجر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هجيب طبق كده ممكن احط فيه، بسم الله، شكل البرجر هنا حضراتكم تشوفوه. طبعا لازم يجمد، عايزين بقى تحتفظوا بيه يعني في الفريزر، يبقى هنجيب طبق ونحط كل قطعتين ونحط بينهم كيس تلاجة زي كده ونغطي ونحط قطعتين فوقهم ونقفل ونشيل في الفريزر، وقت ما نعوز نستخدمه هنطلعه زي ما انا عاملة كده. بصوا حضراتكم يجمد شوية، ويعني هو جامد، نسيبه بس يهدى شوية في التلاجة يفك سنة، نقدر نشيل من عليه الكيس زي ما انا عاملة كده اهو. بصوا كده اهو، ونبدا نشتغل بيه على طاسه او على جريل، نبدا نستخدمه. كفايه ان هو حاجه معموله في البيت، مكونات طبيعيه، واحنا الحمد لله ضامنين اللحمه بتاعتنا جايبينها من عند الجزار وممتازه. طيب احنا كده، بس انا هشيل دي، ده كده الخس، معلش انا بحط على الخس لو تلاحظوا ورقه منديل كده او ورقتين مبلولين تحافظ على ان الحاجه تفضل فريش، يعني اذا حاطه خضره اذا حاطه خس عشان ما يغيرش اللون. طيب هنبدا بقى دلوقتي، احنا عملنا اهو قدام حضراتكم البرجر، وطبعا هنسخن دلوقتي طاسه، بس انا مستنيه ان تفك سنه. وتعالوا نجرب الصوص كده بتاعنا اللي عايزين نعمله، نقول انه شبه حاجات بره ولكن بسيط، عشان كده بقول لحضراتكم دايما ما ترموش لو عندنا بواقي اجبان ونشفت، مش يعني احنا مش هنستخدمها قوي في الاكل الطبيعي في سانشيت، حضراتكم احتفظوا بيها في كيس في الفريزر ليها وقت هنحتاجها فيه. طيب انا دلوقتي هستخدم الصوص ده، وخلينا ننزل مقاديره عشان برضو حضراتكم تبقوا معايا في المقادير مره تانية لو كان لسه في حد منضم للحلقه بتاعتنا دلوقتي. الصوص بتاع الجبنه الشيدر الحمراء هو عباره عن معلقه كبيره من الزبده، مكعب زبده يعني، معلقه كبيره من الدقيق، عندي كوبايه من الجبنه الشيدر المبشوره الحمراء، لو عايزين اللون ده عايزين تعملوا ميكس بالاثنين ماشي، عايزين الجبنه الشيدر الصفراء اللي يريح حضراتكم، كوبايه من اللبن، معلقه كبيره من المسترد او الخردل، لان في ناس ما بتحبش المسترد، وعلى ان الخردل هو اساس عمايل المسترد كماده خام يعني. وعايزه اقول لكم الخردل ده ليه فوائد كتير جدا، نقدر نستغله كمان في تتبيلات الفراخ وكل الحاجات البيضة، اللحوم البيضة والشواء، ومع اللحم مع بعض الصوصات رائع، لان هو غني جدا بمضادات الاكسده وحمايه من البكتيريا والفطريات، فيه ليه فوائد كتير الحقيقه كويسه جدا. تعالوا كده، يعني في ناس كتير تقول لك انا بيستخدموه كتير، وفي ناس بتحطه على مشروبات بتاعتها عشان يقلل من الالتهابات والالتهابات الخاصه بالانف والجزئيه بتاعت البرد دي اللي بتحصل لنا ساعات. طيب انا هاخد كده
هخلي بذور الخردل هنا يعني ايه هديها تشويحه كده معلقه كده عشان استفيد منها، وممكن نطحنها. بس كمان خلوا بال حضراتكم هي ليها الوان كتيره وكل لون ليه فوائد عده، يعني ده اللون المسفرد شويه في منها الوان تانيه، في منها لون اسود. الالوان التانيه دي يعني ليها اكتر من لون كده، في منها لون تاني ابيض هتلاقوه فاتحا كده لونه ابيض خالص، وفي منه البني اغمق من ده شويه. يعني الاسود ده اكتر طعم بيبقى قوي شويه الحده بتاعته، يعني ده اخفهم اللي هو بيتباع عندنا عند العطارين اللي هو اللون ده، ده معتدل. لكن في منه البني ده يعني ايه اقل حده شويه من الاسود، لكن في حده. لكن بتاعنا ده طبيعي معتدل تماما، عشان كده لما بنقدر نعمل منه المستار ده، وده الخردل عشان تعرفوا بس في درجات منه وفي طبعا انواع منه. طيب هنزل بقى انا كده الدقيق معلقتين كده، وخلينا بالوسك الصغير ده نشوحهم كده. بسم الله ان شاء الله. كل اصدقائي اللي يعني بعتوا لي على الخاص وقالوا عاوزين نعمل حلقه فيها ان احنا نقدر ننفذ الجبنه الشيدر دي في البيت في جبنه رومي. انا عمري ما هعرف اعمل الجبنه الرومي في البيت بنفس اللي حضراتكم بتاخدوها، لان دي ليها تكنيك زي بالظبط الجبنه الريكفور او البلو تشيز، ما ينفعش. لكن اتحايل عليها اقول بديل الجبنه الرومي واعمله لحضراتكم بطريقه جميله جدا ان شاء الله. على فكره انا عملته قبل كده، لو في حد مستعجل وحابب يشوفه يكتب على اليوتيوب هيلاقيه. لكن اوعد حضراتكم باذن الله نعمل حلقه خاصه بالشيدر الحمراء الشيدر الصفراء، ونعمل كمان البولوبيف لان في ناس بتحبه قوي، في ناس بتحب البولوبيف جدا في البيت بس ما بتقدرش تشتريه، هنعمله من اللحم بتاعنا. وفرصه ان احنا داخلين ان شاء الله على العيد الكبير، فهيبقى الناس المتوفر فيه يعني من اللحوم، او عاملين حسابنا ان الوقت ده من السنه احنا بيبقى عندنا كميه من اللحوم لا باس بيها نقدر نستفيد منها ونعمل البولوبيف. البسطرمه لو حابين تعملوها هتحتفظوا بالعرق التريبيانكو لانه هو ده اللي بنعمل منه البسطرمه الحقيقيه الجميله، وهقول لحضراتكم خطواتها وفرصتنا في الصيف. استحاله تعرفوا تعملوا بسطرمه في الشتاء لانه التجفيف بتاعها بيحتاج نسبه حراره للشمس قويه او تهويه قويه، واحنا ما بقاش عندنا ده قوي يعني. الشمس انا شايفه انها احلى مجفف طبيعي هايل. المشمشيه بنحط زيت برافين في الميه، لو عايزين الفاكهه لامعه زيت البرافين دوره يخلي الفاكهه لامعه تحافظ عليها من انها يعني تحتفظ بشكلها. لكن القراصية برضو ممكن نعمل ده، بتحط لها نسبة زيت. بسم الله. التين بنحط له دقيق ونشا عشان التين مختلف، ماشي الكلام. هاخد كده، نقدر طبعا نحط لبن او نقدر نحط كريمة اذا حضراتكم حابين. هنبدأ بقى ندوب الخليط ده، ممكن اخد كده، وانا هجيب كده هسخن بقى هنا كمان عشان اعمل اشوح بقى البرجر مع حضراتكم، نعمل ساندويتش كده جميل. هبدا كده ايه اخلي التشيز دي تسيح، ولو عايزه هزود ممكن اجيب شويه كريمه لو عندنا محمد شويه كريمه صغيرين هاتهم لي في بوله صغيره كده. كريمه كمان بتبقى جميله، اصلا بره بيعملوا الكريمه دي اللي هي الكريمه الطهي يحطوا فيها الجبنه دي على طول ويدوبوها. احنا هنا بس اديناها قوام شويه عشان تبقى جميله ومتماسكه، وهنعمل الصوص ده مع بعض. وبذور الخردل بصوا جميله وظاهره ازاي في الصوص، تدي طعم حلو قوي. خلاص الصوص كده خلاص. لا مش عايزه اخفها. ايه يا نودي احنا بتقولي ايه؟ انا بسال بس ما عدتش حاجه، ما عدتش حاجه يا فندم. هحط شويه كريمه عشان خاطرك بس. ماشي يا نودي. ناخد كده طاسه بسم الله نحطها هنا تسخن، وممكن هنا يا محمد خد دي اهي. هنعمل كده، بصوا بقى. ماشي يا سيدي ماشي، اما اخفوا بقى احطها لك. حاضر. بصوا هي قوامها حلو ازاي، انا احط شويه كريمه بس، هي طبعا ايه هتبقى ماسكه فوق البرجر مش هتقع يعني مش هتبص يمين ولا شمال. طيب انا عايزه بس اديها بعد اذنكم رشه بسيطه، رشه بسيطه من الملح عشان احنا حطينا لبن فخف شويه من الايه من الطعم الملوحه بتاعه الجبنه.
تمام كده، وهيجيب لي هو الكريمه هضيفها دلوقتي واخليها ايه ليكود عن كده شويه عشان خاطر ندفي. هسخن هنا بقى شويه مسحه زيت كده بسيطه، هاخد منديل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مش عايزاه يبقى كتير قوي، بسيط، يسخن تسخن قوي عشان تاخد الايه الصدمه دي فتمسك من تحت. ايوه تعمل الصوت اللي احنا متعودين عليه عشان تمسك وتعمل فريم كده من تحت. تسلم ايدك يا محمد ما تحرمش. هرجع دي كده على النار، نحط شويه الكريمه الحلوين دول عشان خاطرك يا نودي. خلي زي هنا ونقلبهم كده عقبال ما الطاسه دي ايه لا ما تقلقيش ما تقلقيش يا روح كل ده ينودي حصل يا ندى كده. اه ما انا خدت بالي طبعا طبعا كده اهو. طبعا الدقيق بيخلي الايه، طبعا انتوا لما هتضطروا تزودوا كده لبن او كريمه هتديكوا كميه حلوه. انا حطيت زي ما حضراتكم شفتوا معلقتين بس من الدقيق اهو، وزور الخردل دي اكتر حاجه عجباني في الصوص ده عشان الاستفاده بفوائده بس كده اهو. حلو كده شايفه كده يا نودي؟ حلو كده تمام ماشي يا فندم، تحت امرك يا فندم. طيب كده وهناخد بقى هنا، ما تقلقيش يا اسراء انا عامله حسابي وهبلغ مامتك اهو على الهوا ان انا باكلك وبخلي بالي منك، ما تقلقيش انت في ايد امينه. احمد انت عامل دايت؟ انا ان شاء الله هظبطك بعد ما تخلص الاسبوع بتاعك في يوم الكسر، اعمل لك كل اللي انت عايزه. احنا اتفقنا يا احمد. تسلموا لي حبايبي. عايزه اقول ان انا يعني احساس داخلي كده جوايا كان عندي تخوف منه جدا بوجودي في قناه الاهلي، كنت متخوفه جدا في الاول. وبعدين عايزه اقول لاصدقائنا اللي كانوا بيتابعوا وممكن يكونوا هم مش اهلاويه، بس ايه المشكله؟ أنا في الآخر بقدم برنامج في قناة الأهلي، أنا أهلاوية بس مش متعصبة لدرجة إن أنا ما احترمش النوادي الأخرى يعني. بيجي لنا ناس، وكانت معانا المدربة لكرة اليد مي، وكان جوزها راجل زملكاوي ومتجوز بطلة في مي هشام، وكان متجوز بطلة معانا في النادي الأهلي. هي دي الروح، هي دي الروح الرياضية فعلا. فده ملوش علاقه، انا بقدم برنامج في شاشه الاهلي وده شيء يسعدني وشرف ليا، سعيده بيه طبعا. مرحله كانت جديده عليا شويه، لكن الحمد لله لقيت استحسان ولقيت ناس كتير قوي بتتمنى لي نجاح وبتتمنى لي توفيق. بزعل قوي لما بلاقي حد يقول طلعتي اهلاويه فاحنا مش هنتابعك ليه. هو انا حتى لو احنا اختلفنا، الروح الرياضيه الجميله هي اللي تخلي الواحد يتمنى الخير دايما ويبقى فيه كده بينا يعني ايه، انا بتمنى النجاح. وبعدين على فكره احنا لما كاهلاويه لما مثلا هفترض النادي الزمالك بيلعب مع اي نادي تاني، انا بشجع الزمالك على فكره، يعني ببقى واقفه مع نادي الزمالك ضد اي نادي تاني، وبالنسبه لي له الاولويه، وبنبارك للزملكاويه وبنبقى مبسوطين يعني الدنيا بسيطه ابسط من كده. مش ده اللي هيخلينا نختلف مع بعض في ان احنا نزعل من بعض او ما نكلمش بعض، دي حاجات كلها انا مش قادره اصدق ان دي حقيقه فعلا. طيب انا بس هوري حضراتكم كده، بصوا ما كشتش اهي البرجر، ركزوا معايا حضراتكم. ما كشتش، معلش مخرجنا يا استاذ ابراهيم ماشي، معلش واحده لقطه عشان دي هي اللي بتكشش البرجر. بصوا بقى البرجرايه زي ما هي اهي نفس المقاس، ما حصلش فيها اي كششان، ولازم النار تبقى متوسطه عشان تستوي، لان انا عاملاها بتخانه معينه فتبقى مظبوطه وما تنشفش، يبقى جوه جوسي برضو. انا طبعا هستسمح حضراتكم، هنطلع استراحه، هنرجع بعد الاستراحه هقدم الساندوتش او الساندوتشين اللي هنعملهم مع بعض بالجبنه اللي احنا عملناها، ونبدا في وصفه جديده في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه، خلينا بس نعمل كام ساندوتش كده مع حضراتكم. خيار المخلل انا هعمله بسيط طبعا، اللي عايز يزود اي حاجه دي براحته. نحط دلوقتي صوص الجبنه اهو،
تقدروا بقى تشيلوه في التلاجة عادي وتسخنوه يسخن بقى مايكرويف يسخن وهو كده مفيش مشكلة كده. وهاخد بقى من الصوص الحلو ده بالمعلقة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصب هنا حاجة كده. ايه عايزين بقى تعملوا من الساندوتش ده مثلا يعني طبقة عيش تانية وبعدين يتعمل كده دبل براحتكم يعني. طبعا الشباب بيحبوا قوي الحاجات دي، ف زي ما هم عاوزين. ادي الصوص حاجة كده تجنن. هنعمل كده واسمحوا لنا بقى نقدمه هناك كده. وصحة وهنا طبعا على قلب حضراتكم. دلوقتي هنعمل وصفة تانية، هي وصفات برضو المحببة. كفتة الفراخ، كفتة الفراخ بسيطة وجميلة وسهلة، هنعملها مع بعض. تعالوا نقول المقادير وبعدين نتكلم على التكنيك بتاعها، بسيط خالص زي البرجر. شوفوا حضراتكم البرجر 5 دقايق خلصناه شكلناه، هنحفظه بقى في الفريزر زي ما اتفقنا ويبقى عندنا حاجات طبيعية بتاعتنا احنا اللي عاملينها بايدينا. طيب هنبدأ بقى نقول كفتة الفراخ. عندي نص كيلو من صدور الدجاج، انا بفضل في الكفتة مش صدور بس، اسمحوا لي بس نعدلها صدور مع اوراك، لان الورك دايما بيبقى طري، الجزء السفلي من الفرخه اللي هو الجزء الاحمر بيبقى اطرب كتير من الصدر، فانا ممكن اطعم يعني تبقى وراك واحط قطعه من الصدر تبقى تمسك الخليط بس. طيب عندي بصله مبشوره، معلقه صغيره من المستارده، ودي اختياري او بذور الخردل زي ما حضراتكم تحبوا. السبع بهارات، لا معلش، بصل مفروم، فلفل اخضر، بقدونس مفروم، معلقه من السمنه، انا مش هحط سمنه هحط زيت، معلقه صغيره من البيكنج باودر، كزبره جافه، بابريكا، بصل باودر، وتوم باودر، وملح وفلفل. تعالوا كده ايه نبدا بسم الله، وناخد كده بوله هنا وهحط فيها الاول الفراخ اللي هي المفروض ان هي فيها وراك، حاطه فيها نسبه كبيره من اللحم الاحمر يعني عشان تبقى طريه. هنحط شويه بصل، وزي ما قلت لحضراتكم عايزين ما تستخدموش البصل الفريش برضو مفيش مشكله، تقدروا تستخدموا الايه بودره الايه البصل، مفيش اي مشكله خالص. طيب هاخد كده معلقه صغيره من بذور الخردل، احنا بقى عايزين نستفيد منه شويه لان احنا ما بنستفدش منه خالص في ولا حاجه من اللي بنعملها يعني. ده المنديل المبلول اللي بقول لحضراتكم بنحطه عشان يفضل حافظ الحاجه بتاعتنا كده فريش. هنحط شويه من البقدونس، عندي شوية فلفل، وتعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا كلها عشان الرطوبة. طبعا لو عندنا توابلنا في البيت مثلا بصل أو اللي هو الثوم الباودر مثلا لقيتوه كده تكلس انخلوه وحطوه تاني برطمان نضيف فتبقى الدنيا جميلة جدا، يتنخل مرة كمان. عندي هنا البيكنج باودر معلقة صغيرة، انا هسوي في الفرن مش هعمل حاجه على البوتاجاز خالص، واسمحوا لي اخد كده ايه المعلقه دي جنبي هنا، هشيل بس دول كده، هاخد رشه ملح وفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، رشه ملح ورشه فلفل، وهنبدا بقى نضرب برده بالهاند بلندر او في الكبه زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله Okay.
مش عايزه اطحنها قوي يعني تبقى لدرجه قويه جدا، عايزه برضو يبقى فيها كده ايه الخليط شويه مجروش، لكن ابقى بس خلطت معاه كل الحاجات بتاعته. طبعا يفضل قبل تشكيل الكفته دي يا سلام لو حضراتكم تسقعوها شويه او نسقع الخليط ده شويه يعني كده، الخليط ده لما هيسقع هيبقى احسن، عشان كده انا مجهزه شويه ساقعين اهو ده، عاملاهم على الاستاكس وجمدتهم عشان ادخلهم على طول الثلاجه. خليني كده ممكن اخد معلقه زيت كده جنبي احاول اشكل بيها بسيطه، بسم الله. ونسيبها تسقع شويه وبعدين نحطها في بايركس، عايزه بايركس او حاجه احط فيها الايه الفراخ. خليني اشوف هنا في بايركس صغير، بسم الله. هنا ده وهنبدا هاخد بس قليل من الزيت ده. انا اقدر اعملها كفته كده، مش عايزه اعملها في يعني عايزين تعملوها على الاسياخ بتاعه الشيش مفيش مشكله، عايزين تعملوها كده زي ما انا عاملاها مفيش برضو مشكله، انا هعملها في الفرن. لا هعملها في الفرن، حطها في الفرن على طول تستوي بشكل صحي اصح طبعا. وبعدين انا لما جيت مثلا نجيب الوراك الراجل بيقول لي اخليها لحضرتك، لا في الكفته ما تخلوهاش، هتبقى عامل مساعد ان هي يبقى فيها ماده دهنيه طبيعيه، ويبقى انا خلاص استعنت عن ده او يعني شلت منه الدهون، مش هحط بقى اي ماده دهنيه تانية، هكتفي بالدهون اللي كانت جوه الفراخ دي اللي موجوده في الطوق اهو. تطلع شويه كفته كده حلوين، ممكن تحطوا في سندوتشات حلوه، عايزين بقى تحطوا بابا غنوج معاها، عايزين طحينه معاها، سلطه حمص، حاجه من الحاجات اللي هي المفيدة دي مفيش مشكلة خالص. اوكي واحنا ايه هنصبعها كده، انا مشغلة الفرن عندي، مشغلة ايه بقى، مشغلة الفرن حرارة متوسطة 180 اوكي، وحطاه الشبكة لتحت سنة لان انا هشغل الشواية، وعايزة اشغل الشواية مش عالية، عايزة اخليها هادية عشان يعني تتلون ما تتحرقش من بره وتكون لسه من جوه ما استوتش. فانا مسخناه اهو من اول ما بدأت اعمل في الكفتة مع حضراتكم عشان تطلع شكلها حلو، وتقدروا تعملوها زي دي اسياخ كده اهي، يعني دي مثلا اسياخ كفته ممكن تصبعوها عليها، بس المهم تجمدوها شويه. دي برضو فكره ثانيه، عايزين تعملوها كور وتحطوها في بريدنج برضو ماشي، الخليط ده حلو بس هو احلى في الشوي بصراحه، يعني احلى انه يدخل فرن او يتعمل على جريل، بس اهم حاجه الخليط اللي في ايدي ده انا بس بشكله دلوقتي عشان احنا على الهوا، لو يسقع ربع ساعة أو نص ساعة في التلاجة هيبقى رائع في تشكيله أسهل أهو، وبسيطة جدا وما فيهاش يعني حاجات كتير، وهي أفكار لطيفة. وإحنا في الصيف الواحد بيبقى مثلا الولاد اللي عندهم تدريبات عندهم تمرينات عايزين سندوتشات سريعة وإحنا نازلين، بدل ما نضطر نقف نشتري من بره هناخد معانا في لانش بوكس كده بتاعهم، ويدوب يطلبوا بس العصير أو المية من بره وخلاص. انا هشيل دول بقى خليهم هنا وهنكمل الايه الكفته بتاعتنا عشان نحطها في الفرن، ان شاء الله تستوي على طول، مش هتاخد وقت، هي 10 دقائق 12 دقيقه ربع ساعه بالكتير بتكون طلعت، تاخدش وقت عشان كمان ما تنشفش. وبعدين نقدمها زي ما حضراتكم عايزين، وتقدروا برضو تحتفظوا بيها في الفريزر اذا حابين تعملوا كميه مثلا وتخلوها الوقت ما هتحتاجوا، مفيش اي مشكله خالص. ده ناخد كده بتخن شويه الصباع عشان هو بيكش سنه صغيره بسيطه يعني مش كتير، بتفرز كده شويه هي سوائل فايه بتنزل من الحجم بتاعها شويه. بيكنج باودر بيديها انها ما تكشش قوي، بس هي في الاخر حتى لو ما حطيناهوش عشان في ناس ممكن ما تستخدموش، هو هتبقى حاجه بسيطه. البيكنج باودر ميزته ايه بقى، زي الدقيق بيمتص السوائل اللي جواها ويخليها ما تكشش، فبيخليها تحافظ على الشكل بتاعها، بس هو دي الفكره نفس فكره الدقيق اهو. خلاص احنا تمام، اخر صباع اهو
وهنبدا ندخل بقى البايركس ده الفرن. شوفوا انا بس استخدمت الزيت فين، يا دوب في تشكيلها، مسحه بسيطه جدا جدا، تبقى حاجات صحيه برده ولطيفه بدل المحمر اللي طول الوقت ايه بنحمر كده. هنشيل السمنه دي، خلاص انا مش هحتاجها لان انا بالفعل استغنيت عنها بالزيت. عايزين بقى تستفيدوا بمعلقه السمنه دي، عايزين تدوها ريحه الشواء، ممكن بعد ما تطلع الكفته من الفرن هتجيبوا ورقه فويل تحطوا فيها نقطه سمنه من دي، وتحطوا الفحمايه جواها وتقفلوا على الخليط ده، تطلع ريحه المشوي، عشان ريحه السمنه بتبقى قويه قوي مع الفحم. بسم الله، اهو الفرن سخن والشوايه شغاله على الهادي. ودلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه، هنرجع بعد الاستراحه نعمل صنف حلو وظريف وخفيف ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، واسمحوا لنا دلوقتي هنبدأ في حلو لطيف جدا ينفع ببواقي الكيك. لو عندنا كيك مثلا خلاص ناشف شوية نقدر نستغله في وصفات زي اللي أنا هعملها لحضراتكم دلوقتي. طيب عندنا حلو شاموا وحلو لطيف كده وسريع، عندي كيك شوكولاتة وممكن يبقى كيك فانيليا، الطعم اللي يريح حضراتكم. طيب بس انا عشان حاطه له قهوه سريعه الذوبان فمشيت معاه كيك شوكولاته، لكن لو مش حابين تضيفوها اللي يرجع على حضراتكم. طيب عندي كيك شوكولاته، عندي كوبايتين من اللبن، باكت من الكريم كراميل، باكت من الكريم شانتيه، باكت بسكويت ساده اي نوع من بتاع الاطفال، علبه من القشطه اللي هي الصغيره دي حوالي 200 جرام، معلقه قهوه سريعه الذوبان، كوبايه ميه. على الوش انا هحط كاكاو او صوص شوكولاته، تقدروا تحطوا صوص كراميل، تقدروا تعملوه باي شكل حضراتكم تحبوه. طيب انا هبدا اول حاجه كده هجيب البايركس. تسلم ايدك يا محمد، شكرا ليك. هحط فيه كده اول طبقه اللي هي طبقه الكيك، هفرفطها واحطها تحت. هلبس بس الجلافز. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنبدا ايه نحط اول حاجه الكيك تحت كطبقه يعني في تحت اهو. شوفوا الكيك ده هيبقى بقى ليه قيمه كبيره جدا اول ما نبدا ايه نستخدمه في الوصفه دي، هيبقى بقى فيه زي الكاسترد خليط كده يتحط فوق يتشرب وهيطرى وهيبقى روعه، ويبقى استفدنا بالكيك الايه الزياده اللي موجود عندنا ناشف او مش هنستخدمه اهو. ده كيك فانيليا اللي في النص ده. تمام، هنحط بقيته كده اهو، وهعمل كده. طبعا نقدر بواقي الكيك ده نعمل وصفات حلوه قوي، منها الكيك بابس اللي بيتباع بارقام في المحلات بتاعه الحلواني، نقدر نعمله عشان ولادنا. طيب هنحط الطبقه دي الاول، وبعدين ناخد بقى الطبقه دي معانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اللبن الاول، وعندي الباكت الكريم كراميل، وعندي الباكت بتاع الكريم شانتيه اهو، وادي القشطه، وعايزه كده ايه الويسك ده. بسم الله الرحمن الرحيم، هقلب الاول الخليط ده. ومعانا مدام منال، صباح الفل. يا صباح الفل، يعني انا مش عارفه اعمل بقى فيك ايه على الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعمليها دي. يا رب يسعد قلبك يا فندم، تسلميلي. يعني انت كده مش حرمانه من حاجه خالص. يا رب يخليك يا فندم، تسلميلي والله، مكالمتك بتسعدني جدا والله يا استاذه منال. افكارك كلها هايله فعلا يا شيف عظيمه، وعجبني قوي الهمبرجر والكفته اللي بتعمليها. حبيبتي ربنا يخليكي، حاجه اعمليها قولي لنا بقى اخبارها ايه معاكي. بس انا ما عنديش المكبس دوت، انا بعملها كده على ايدي، بعملها زي القرص كده، بس مش طالعه كده زي ما حضرتك عاملاها. فعلا انت عاملاها اكننا جايبينها من بره بالظبط. يا حبيبتي ربنا يخلي، هو المكبس مش غالي، المكبس ده يعني بسيط قوي، سعره زهيد، ولو مش موجود عند حضرتك عايزه اجيبه ده يا شيف عبد الله. ما تجيبيهوش الاثنين، جيبي واحد بس، العين واحده، هاتي عين واحده بس كفايه. مش غالي والله، مش عارفه والله كان عامل ايه، يعني حاجه و20 جنيه او 30 جنيه حاجه كده يعني، وسعره بسيط. حضرتك هتلاقيه في اي محل من يا اما بقى في العتبه، يا اما في المحلات اللي هي خاصه بالادوات المنزليه موجود بيبيعوه. موجود. تسلم يا حبيبه قلبي. بس انت بقى معاك حضرتك بقى، كنت طلبت من حضرتك اللانشو فريه، هعمله لك وعد بفضل الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. عينيا لحضرتك، عينيا ليكي، تسلم ايدك وربنا يكرمك يا رب.
امين. وبصي احنا بندعي لك على طول على الافكار الجميله اللي انت بتعملها لنا واحنا قاعدين في البيت كده. امين، ربنا يخليكي، ودعوه حضرتك دي غاليه عليا قوي. شكرا ليك يا فندم والله بجد، تسلمي لي. احلى حاجه يعني بتسعدني دعوات حضراتكم بجد. بصوا بقى، انا حطيت الخليط على البارد الاول، اللي هو ايه، اللي هو اللبن، حطيت عليه الكريم شانتيه، حطيت عليه باكت الكريم كراميل، حطيت عليهم معلقه قهوه سريعه الذوبان، وانا بضيفها قبل ما اقلب حطيت الميه، حطيت نص كوبايه ميه، هشوف هحتاج تاني ولا لا على حسب الخليط، عشان انا مش عايزه اخفه جامد، انا عايزاه يبقى خليطه حلو لما احطه فوق الكيك يديني طبقه كده زي الكاستر كده. طيب، وما كترتش من القهوه، لو الولاد صغيرين ومش حابين طعم القهوه دي حطوا مكانها معلقه كاكاو، مفيش اي مشكله خالص. طيب، هاخد شويه من البسكوت ده وحفرفته كده يدي طعم حلو. بسكوت الساده ده عبقري، بتاع الاطفال زمان، عارفين البسكوت ده كنا بنعمله للاطفال ايه، البسكوت بالزبادي، نحطه على الزبادي ونقلبه كده وناكلهم فتبقى وجبه مشبعه، او البسكوت ده كنا بنعمله بديل للحاجات اللي بتتباع في الصيدليه اللي هي ايه، اللي بالقمح عشان الولاد ياكلوه، فكنا بنجيب البسكوت ده ونقيه ونفرفته ونعمله بالايه، اما باللبن او بالميه على حسب، وناكله للاطفال. حتى الان احنا ككبار شغالين عليه. يا فراوله صح. كل سبحان الله، الاطفال دي امزجه. طب احنا معانا فراوله نفسها جت بنفسها عشان تكلمنا اهو. حبيبتي يا فراوله، ازيك يا زوزو؟ ازيك يا روح قلبي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا زوزو، عامله ايه؟ الحمد لله يا فراولتي. حبيبه قلبي، وحشاني. انت اكتر والله. او انت وحشاني يا زوزو. حبيبتي يا فراوله، تسلميلي. عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله يا روح قلبي زوزو. بعتي التهنئه الامنيه في عيالها؟ انا اقدر ما بعتلهاش، انا قلت لها الف مبروك. بعتي التهنئه الامنيه في عيالها لما نجحوا؟ لا والله، انت بعت لها وانا بعت لها يا حبيبتي. ربنا يفرح قلبك بيهم يا فراوله. والحاجه هدى والحاج محمد بيسلموا عليك كتير والله. تحيه ليهم حاجه هدى وحاج محمد في بورسعيد وكل اهل بورسعيد. الله يكرمك يا زوزو. تسلمي. تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. حبيبتي يا زوزو. ميرسي يا فراولتي، مش عايزه اي حاجه يا فراوله؟ انا عايزه اشوفك كده قدامي تملي. بس كده والله وعد، لو نزلت قريب لحكلمك في التليفون بفضل الله. تسلمين يا فراولة، ودايما اسكندرية والعجمي وكل الأماكن الحلوة دي منورة بأهلها. هقلب بقى تقليبة حلوة، بصوا القوام بقى ازاي. أنا قطع البسكوت دي مش عايزاها تدوب، أنا حاسبها لأن هي هتدي كده طعم مع الكيك، هتبقى حلوة قوي. بصوا بقى الخليط بقى عامل ازاي، تقل ازاي كده. معانا مين؟ معايا جنى او جنى، يا ترى هتطلع ايه؟ جنى. اهلا اهلا يا جنى. اهلا اهلا يا فاضي. اهلا يا روح قلبي، عامله ايه؟ فاكراني؟ طبعا فاكراكي، انا اقدر انساكي؟ طبعا يا روح قلبي. انت عامله ايه يا جوجو؟ بحبك جدا. والله حبيبه عمري، انا بحبك اكتر. كويس، يا رب دايما بخير وصحه وسعاده يا روحي. انا مشغله القناه بتاعتك اهي وبتفرج عليك. يا حبيبه عمري، انا مبسوطه قوي وشرف ليا ان انت تتفرجي عليا كده وتسيبي اللعب وتقعدي تتفرجي عليا، دي يعني تضحيه كبيره جدا. مش عايزه اي حاجه اعملها لك يا جوجو؟ انا برضو يعني. قولي يا روحي. لا شكرا والله. يا حبيبه عمري، انت سألتي. والله العظيم شكرا حبيبه قلبي. انت تسلمي لي يا جنى، ميرسي على سؤالك عليا بجد، ما تغيبيش عليا، كلميني كتير. متشكره ليكي واشكري ماما كتير يا حبيبتي اللي خليتك تتصلي. شكرا ليكي. بصوا بقى الخليط بقى ازاي، تعالوا بقى نقلب كده تقليبه حلوه ونبدا نصبه على الكيك. هنسيبه بقى يسقع في الثلاجه وبعدين نحط عليه صوص شوكولاته او جناش شوكولاته زي ما تحبوا. والله هو صنف كده اتعمل من لا شيء بس حلو، وانا اصريت احط لحضراتكم كريم كراميل عشان يبقى فيه تيست حلو، والكريم شانتيه بيدي برده طعم حلو الحقيقه. فكرة القهوة نقدر نستبدلها بالكاكاو أو بصوص شوكولاتة، لو حابين تحطوا صوص شوكولاتة جوه الخليط ده هتبقى أحلى برضو. يعني الأفكار ترجع لحضراتكم حسب الأسرة بتحب إيه. لا، إحنا بقى ممكن ننعمه
يعني نضرب البسكوت ده يبقى مطحون لو انتوا عايزينه ما يبانش، بس انا بصراحه مش حابه اعمل كده، انا عايزه يبقى فيه قطع كده لطيفه لانها بتدي كده ايه احساس حلو يعني. طيب هرفع بقى خلاص، بصوا بدا يعمل البابلز دي، خلاص هو استوى واداني الكثافه زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نصبه على الخليط بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بسم الله. ريحته حلوه قوي قوي بصراحه كده. يتعمل في كاسات صغيره، ممكن تبقى كاسات صغيره كده حلوه قوي على قد استخدام الشخص الواحد. انا طبعا المفروض في المرحله دي بصوا بقى بياخد بيتغلغل في الكيك من الجنب ازاي، شايفين اهو بيبقى كده. يبرد في الثلاجه، ياخد وقته حلو ساعتين مثلا ولا حاجه، وبغطيه، اهم حاجه اغطيه عشان ما يعملش قشره. وبعدين ابدا بعد ما خلاص تمام برد وخد الشكل الحلو ده، هروح برصاص الشوكولاته، هدوب بقى صوص شوكولاته، يا اما شوكولاته خام متكسره على في بوله تحتها في حله صغيره، لكن الميه ما تبقاش ملامسه للبوله اللي فوقها عشان يبقى على البخار مظبوط ونار هاديه لحد ما تسيح، هضيفها على الوش. او هنعمل صوص جاهز، او حضراتكم تحطوا صوص كراميل اللي يريحكم، او كاكاو بس كده ونحطه على الوش. وبعدين نبدا نقدمها، بتبقى ساقعه طعمها حلو قوي، وطبعا تاكلوها بالهنا والشفا تقولي طعمها ايه. ان شاء الله التوليفه دي مع الكيك الشوكولاته يبقى جميل. النهارده عملنا البرجر اللحمه بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها دي، بسيطه جدا في البيت وسهله، ما تاخدش اي وقت، وتعملوا الكميه اللي تناسب حضراتكم. عملنا كفته الفراخ، خليني ابص بصه كده اوريها لحضراتكم برده. بصوا الكفته اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بقت دي كفته الفراخ، صحه وهنا. وعملنا الحلو الشاموا اللي احنا اتفقنا عليه، وعملنا سندوتشات من البرجر، وعملنا صوص الحلو بتاع الجبنه الشيدر اللي قلنا عليها ينفع نعملها بطريقه سهله وبسيطه في البيت والولاد بيحبوه، الشيدر السايحه عشان لو مش عايزين تشتروا جبنه الشرايح. ضفنا له النهارده كان مكون معانا الخردل، وهو مكون مهم جدا، ارجو ان حضراتكم تجربوا طعمه ان شاء الله يعجبكم. واسمحوا لنا بقى دلوقتي هطلع استقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني، هي دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، بعد الاستراحه في انتظاركم.